هو ما كان صغير. كتلاحظوا هنا، شوف هادي بحال اللي جات هكذا ودار وكتدفيس. الله الا دك الله، راك شوف اللي كتريح هنايا راه داك هنا مسك الغار ودير له تليفون باش يس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم خوتي خواتاتي في قناه ديانه الاخشاب. ان شاء الله كما كتشوفوا هي الطاوله ديال الورده، هذه كتكنا من افخم الطاولات. يعني الا قلت هذه الطاوله ملكيه راه طاوله ملكيه. علاش؟ لان راه فيها شي جوج مت منها في الطول، وراها فيها شي متر كليا منها شي طلعه. فهمتوا الاخوان؟ وراها يعني طابله وش من طابله. الاخوان المميزه ديال الطاوله اللي بغيت نستعرض لكم، المميزه ديالها هي انها كديمونطا، وبزاف ديال الناس يعني ما ك... يعني كاين اللي يقول لك ما تقدرش ديمونطيها على حساب هاد الوردات، ولكن هي الاخوان هكا ديمونطا، يعني راه ساهله انك ديمونطي. لاحظت انا بالجوله ديالي اللي كنت في الدار البيضاء، كانوا شي وحدين داروا هذيك اللي كانت ديمونطا داروها في الورده المدوره، ولكن ماشي هذيك هي الخدمه ديالها. يعني واحد الخدمه واش غادي نقول لك، حنا حاولنا اننا نديروا واحد الطبله يعني كديمونطا بواحد السيستم اللي زين وكتبقى في نفس الشوفه، يعني ما كتغيرش الشوفه ديالها وهي في نفس الوقت كديمونطا. انا نعطيكم الشرح ولا تكنيك ديالها كيفاش درنا لها وغادي تفهم. ها انتم تشوفوا اول حاجه كما كتشوفوا هنايا، نحاول نقرب لكم من هنايا. ها انتم تشوفوا الاخوان، ها هو السيستم ديالها كي كيكون من الفوق. يعني وشنو هو؟ يعني كاين اللي كيقول لك الا درت بحال مثلا قسمتها، بحال مثلا حنا الصندوق قسمناه هنا، كاين اللي يقول لك يعني هذه بين اللي تقلبها يقدر يتزهتل، يعني هادو فين كيلصقوا هاد الورده. لا شوف حنايا الا كتلاحظوا هنا، شوف هذه بحال اللي جات هكذا ودارت وكتدفيسا، هذه بكتدفيسا هنايا وهنا كدور وكتدفيسا مع هذا، يعني وحده مع وحده وحده مع وحده كي كيتشركوا صافي كتبقى يعني هذه مجموعه. فهمتوا الاخوان؟ يعني كتبقى مجموعه. كنديروا هنا الفيور باين، كدير تكرو النتوى هنايا باش تدخل في هاد البلاصه هادي، صافي كتولي ديمونطا. اللي بغى يقدر يحط الحوايج هنايا ولا يدير ما عندوش مشكل، يقدر يدير تما نيك الصوالح على حسب الراي ديال بنادم. المهم السيستم ها هي، حنا زدنا لها. علاش زدنا هادو؟ زدنا هادو على حساب كي سميتو، باش هادي باش بنادم لينا معاه هي ثقيله
كاين بعض المرات الناس كيبقاو يهزوا منا اللي كتكون دايره كيبقى يهز بهم يعني هادو، وهو بي كيهز بهم يقدر يفحصها. انا زدت لهم هادي باش واخا بنادم يجبد منا ما كيدي بها والو، يعني راهم شادين هاد لي فيزو هادو، فهمتوا الاخوان؟ وهنايا ضروري وشنو كيتزاد هنا، وشنو كيتزاد؟ كتزاد هاد المونطا، هاد المونطا هي اللي كتزاد، فهمتوا؟ يعني بحال الشكل هذا، هذا كيتقسم، يعني كتزاد هاد المونطا هاد، شفت بي كتزاد هاد المونطا كتعطيك النظره، وفي نفس الوقت هاد المونطات كيشدوا الرجلين باش ما كيتحلوش، يعني ما كيترماوش، فهمتوا الاخوان؟ وحنا علاش درناها مديون؟ هي راها في الاصل ديالها ما خصهاش تمشي هكذا في الترانسبور، لان تقدر ترس بحال مثلا بنادم الا طلع منها من الفوق ما عليها والو، ولكن بين تجي تحطها من التحت الا كانت على الخوا ومكاليه منايا يقدر يفعصها. يعني حنايا اصلا راه غادي نجمعوها، يعني مولات الدار، لان هذه اللي تمشي لفرنسا ان شاء الله، مولات الدار يعني الا ما جاتش ما طلعتلهاش وجاتها ثقيله انهم باش يطلعوها، يعني كيقسموها يديو نص بوحدو نص بوحدو، هذا هو المفيد ديالها، وكتبقى مميزه انها هي مديمونتيا. الطبله اللي كتكون مديمونتيا راه ماشي هي اللي كتكون فيكسي، هذه كيكون الثمن ديالها زايد، فهمتوا الاخوان؟ اللي بغى مزيد من الشرح وبغى الثمن ديالها بالضبط وكل شيء مسائل، دير جيم دير ابون ان شاء الله، يعني ديروا لي في التعليق انا نعطيكم بالتفاصيل ديالها والثمن، لا بالصباغه لا بالزجاجه ديالها، لان هذه الزجاجه تدي ديال 10، فهمتوا الاخوان؟ يعني كل شيء نحطوا ايه هو بالدعم ديالكم كنزيدوا. المهم انا عطيتكم الشروحات كيفاش الفصاله ديالها، ودروك غادي نمونطيوها باش تشوفوا كيفاش. وكتمونطي على واحد الجهه، كتمونطاج على جوج جهات، هانتوما تشوفوا الاخوان دركين حنا رانا معلمين هي كتركبي بهذا الجهه، بحال مثلا الا دورتها ما تركبش، يعني السيستم ديالها راه كتركب كيما راه دروك، رانا معلمينها بالسكوش يعني هكذا دي تركب، بحال مثلا الا دورها بنادم ما تركبش. ها انتم تشوفوا الاخوان يعني بين مونتيناها، ها انتم تشوفوا الفخامه ديالها، يعني لا قلت طاوله ملكيه راها يعني طاوله ملكيه ماشي على الفصاله ديالها. وها كتشوف هذا ماشي اللون الاصلي الاخوان، اي باش تكونوا على بال، انا اي باش نفهمكم واحد المعلومه مهمه، بحال مثلا انا هاد السيده قالت لي في الصالون كامل، قالت لي غادي نزيدك 1000 درهم، يعني انا الانسان بي كيقول لك غادي نزيدك 1000 درهم في الصالون كامل، ماشي في الطبله، في الصالون كامل، يعني ها هو انا درت لها واحد الكوش هو الاول ديال الصباغه، شفت هو راه ماشي هذا هو اللون، ولكن انا اللي درت هذا وغادي نزيد نحكو بالماء وفي الفيرني غادي ندوبلي، ولكن اللي ما كيزيدلكش كيزيدك بالفم، حتى حنا كنزيدوه بالفم. هانت ها هو العتروس، شتو العتروس؟ ارواح لهنا تعقلوا على هذا، ها كان يتصور معايا كان صغير، تعقلوا عليه ارواح يهضروا معايا قول لهم شي مابغاش يحشم. هذا ربيتو بصغرو حشم حشم أروع. شفتو؟ المهم الطبلة إلا قلت الطبلة راك شوف بي كتريح هنايا، راه هذاك بنادم خصك تلغالو دير له تيليفون باش يسمعك، فهمتو؟ هانتو هنا راه 10 سنتيم، هادي راه فيها 10 سنتيم، راه باقينا هنا واحد الروتوش، هانتو هنا 10 سنتيم، إن شاء الله الإخوان بنادي نجمع هاد الصالون كومبلي،
غادي نجمعو ان شاء الله، غادي نوريكم التفاصيل، غادي نجمعو كامل، غادي نصور لكم الصالون كومبلي ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.